السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بحضرتكم، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية التعاون العسكري في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أمام النواب وزير المالية يكشف عن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي بالموازنة الجديدة ويؤكد خلق اقتصاد صلب أمام التحديات. وإلى التفاصيل، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته. من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرصه على أن تكون مصر أول محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه لمنصبه، مشددا على تضامن الولايات المتحدة الأمريكية الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره. كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة المهمة من العالم. كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي إلى 365 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديد لعام 2022-2023. جاء ذلك خلال إلقاء معيط البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة أمام مجلس النواب. ومن جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت إنه من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65% بحلول العام 2025. والآن ليتفضل سيادة الدكتور وزير المالية بإلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية. من منطلق دوره الرقابي، استمع مجلس النواب لبياني وزيري المالية والتخطيط بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023. وخلال بيانه، استعرض وزير المالية مشروع الموازنة في ضوء التكليفات وأولويات السياسات المالية والاقتصادية وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولا في هذا الصدد أهم مستهدفات السياسة المالية على المدى المتوسط لمشروع الموازنة. أهم المؤشرات المالية الإجمالية لموازنة العام المالي 22-23، فعلى جانب الإيرادات يتضمن مشروع الموازنة السنة المالية 22-23 زيادة سنوية في إجمالي الإيرادات بنحو 11.2% مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الحالي. ومن المستهدف أن تنمو الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 22-23 بنحو 23.5% مقارنة بالتقديرات للعام المالي الحالي 21-22 لتصل إلى 1169 مليار جنيه. توفير المخصصات المالية لسداد التزام الخزانة لصالح صناديق المعاشات بمقدار 191 مليار جنيه بمشروع الموازنة المعروض على سيادتكم. وفيما يتعلق بمشروع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط أن أبرز توجهات الخطة هو التوجه الاستراتيجي لتنمية القرى المصرية وتوفير احتياجاتها من الخدمات والبنية الأساسية، إلى جانب دعم جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تسعى الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بأجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مع إلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق. وفي هذا الإطار تهتم الدولة بكافة مؤسساتها بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيل الكوادر خصوصا من الشباب والمرأة لمواجهة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل. وبعد انتهاء الوزيرين من إلقاء بيانيهما، أحال رئيس المجلس البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتهما وإعداد تقارير بشأنهما. المجلس وافق كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022. تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية لا سيما في قطاعي الصناعة والتصدير ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص أهم مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، كما أن دعم جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ركن ركين من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من مجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في إعداد دورية آفاق استراتيجية ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية. كما ثمن مدبولي ما تضمنته الدورية في إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا، وخاصة التي تشهدها مؤخرا من حرب روسية أوكرانية ألقت بظلالها على العالم أجمع. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي للإصدار الجديد من دورية آفاق استراتيجية التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان مستقبل الأمن الأوروبي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية. بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى العاصمة المغربية الرباط تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيقة بين البلدين. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري استهل الزيارة بلقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، كما من المقرر أن يلقي بل يلتقي بعدد من المسؤولين المغربيين لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في شتى المجالات، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحة الدولية والتشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت عملية اقتحام لمصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول بمساعدة الدبابات ونيران المدفعية. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية شرق البلاد. وقالت روسيا في وقت سابق أنها ستعتبر وسائل نقل حلف شمال الأطلنطي الناتو المحملة بأسلحة في أوكرانيا أهدافا يجب تدميرها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية التي تخوضها بلاده في أوكرانيا كانت ضرورية وفي الوقت الملائم، وكانت القرار الصحيح الوحيد. وأشار بوتين في خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لعيد النصر إلى أن المتطوعين في دونباس والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم في أوكرانيا. وأوضح بوتين أن الغرب لم يرد للإنصات إلى روسيا، وأن الناتو كان يثير تهديدات على الحدود الروسية. وشدد الرئيس الروسي على ضرورة بذل كل الجهود لتفادي أهوال حرب شاملة. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا تملك مخزونا كافيا من الذخيرة والصواريخ الحديثة عالية الدقة من أجل تنفيذ جميع المهام المسندة للقوات المسلحة الروسية، كاشفا عن أن العمل جار لإنشاء صواريخ فرط صوتية من الجيل الجديد تفوق خصائصها التقنية خصائص صواريخ متقدمة للدول الرائدة في هذا المجال. يأتي هذا فيما تحتفل روسيا بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، حيث أقامت عرضا عسكريا في الميدان الأحمر بموسكو، وشارك في العرض أكثر من 11,000 عسكري روسي. واستعرض الجيش الروسي خلال العرض أحدث أسلحته ومنتجاته العسكرية.
وخلال مؤتمر حول مستقبل أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر إذلال روسيا بحسب وصفه. في المقابل من هذا الحديث، دعا ماكرون إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصا، مشيرا إلى أن هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن على حد قوله. أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام 1443 من الهجرة و2022 من الميلاد، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من مايو وحتى يوم السبت الموافق للرابع عشر من مايو الجاري على النحو التالي. الثلاثاء الموافق للعاشر من مايو يتم إجراء القرعة بمديريات أمن أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح والبحر الأحمر. أما يوم الأربعاء الحادي عشر من مايو فيتم إجراء القرعة بمديريات أمن، ويوم الخميس الموافق للثاني عشر من مايو يتم إجراء القرعة بمديريات أمن قنا، المنيا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، شمال سيناء. وأخيرا يوم السبت الموافق للرابع عشر من مايو يتم إجراء القرعة بمديريات أمن سوهاج، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، السويس والقاهرة. هي جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، حيث تمكنت خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية وضبط 348 قضية مواد مخدرة. نتابع. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وإحباط مخططات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 5348 قاضية مواد مخدرة. تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط قرابة 10 أطنان ونصف من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو طن ونصف وما يقارب 128 كيلوغرام ونصف من مخدر الهيروين. كما نجحت في ضبط أكثر من 51 كيلوغرام من مخدر الاستروكس ونحو 23 كيلوغرام من مخدر الآيس وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو والقنب تزن أكثر من 23 كيلوغرام. على صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط قرابة 19,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وأكثر من 33,000 قرص مخدر لعقار الترامادول ونحو 110,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 160 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها تسهم في الحفاظ على الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مؤتمر الأطراف في دورته 15 المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيجان. وفي بداية كلمته نقل القصير تحيات الرئيس السيسي لأخيه الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار. وأكد القصير أنه ليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظرا لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطا بالأمن القومي للدول. واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر موضحا أن مصر كانت من أوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الإنساني وتؤثر سلبا على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.
أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير عن بدء التشغيل الرسمي لمحطات الخط الثالث للمترو منتصف يوليو القادم، والتي تم تصميمها وفق أحدث النظم العالمية. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة اللمسات النهائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة من العتبة للكيت كات. متابعة مستمرة وجولات ميدانية لمشروعات الجر الكهربائية التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في شبكة النقل الأخضر الذكي، ليعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عن بدء التشغيل الرسمي لمحطات الخط الثالث للمترو للركاب منتصف يوليو القادم، خلال جولته التفقدية لمتابعة جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للمترو من العتبة للكيت كات للاطمئنان على مستوى الأعمال الإنشائية بالمحطات. مفردات السكة ومفردات النفق خلصانة وجاهزة عشان نبدأ نشغل المترو إن شاء الله تشغيل تجريبي فعلي في الاتجاهين من العتبة للكتكات في 15/5 الحالي، يعني 15 مايو، يعني بعد بقول تاني يعني بعد 6 أيام. هناخد تقريبا شهرين إن لم يكن أقل، يعني هم الشركة وده طبقا المعدلات العالمية بتجرب تقريبا في 8 أسابيع شهرين للمسافة اللي زي كده. لو مسافة أكبر من كده ممكن تاخد وقت أكبر من كده في تجارب التشغيل. يعني تجارب التشغيل يعني سكة جاهزة، يعني إشارات واتصالات وكل الأنظمة تبقى جاهزة، يعني الكهرباء ثابتة، يعني ماكينات قطع التذاكر وماكينات عبور الركاب جاهزة. وزير النقل استقل جرار اختبار السكة في المسافة من محطة ناصر حتى الكيت كات مرورا بالنفق أسفل نهر النيل لمتابعة معدلات التنفيذ، كما تفقد المحطات السطحية بوادي النيل والدائري والتي ستخدم ركاب هذه المناطق السكنية. المرحلة الأولى اللي إن شاء الله مزمع افتتاحها بنسميها 3 ألف، محطة 3 ألف دي بتبدأ من العتبة وبتروح بعد كده على محطة ناصر، ومن محطة ناصر لمسبيرو، بعدين بنعدي النيل نخش محطة الزمالك وننزل تحت النيل مرة تانية من الزمالك ونطلع على الكتكات، وكل دول محطات كلها تحت الأرض. دي المرحلة اللي هي 3 ألف. المرحلة دي مستهدف فيها نقل ركاب بمعدل 30 ألف راكب في ساعة، لكن محطة ناصر لأنها محطة تبادلية بتربط الخط الثاني بالخط الثالث فمستهدف فيها 45 ألف راكب ساعة. الخط الثالث للمترو يمتد بطول 17 كيلومترا ويشتمل على 15 محطة، من بينهما ناصر ومسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات، وتعد محطة ناصر تبادلية مع الخط الأول للمترو وتقع على مساحة 7000 متر مربع. أعمال إنشائية تجري على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ محطات الخط الثالث للمترو، والتي يتم تصميمها وفق أحدث النظم العالمية، وستحقق نقلة نوعية في منظومة النقل الذكي للركاب، كما تعمل على نقل أكثر من 1.5 مليون راكب يوميا. أحمد ممدوح، التلفزيون المصري. شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر شهدوا توقيع 5 اتفاقيات في مجالات الصحة والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المرتقبة والمجتمعية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم أوروبا وتوسيع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. علاقات استراتيجية تشهدها مصر والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون 2021-2027. وزراء التعاون الدولي والبيئة وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر واحتفالا بيوم أوروبا شهدوا توقيع عدد من المنح في مجال التمويل التنموي في قطاعات الصحة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة والتنمية الريفية. زي ما شفنا النهاردة الاتفاقيات كانت منحة اتحاد أوروبي، ولكن التنفيذ بيبقى من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال التعاون مع إيطاليا، من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي OECD. حاجة تانية مهمة دايما حضراتكم تسمعوا عن التمويل المختلط، وهي فكرة ان المنح من خلالها بنقدر نعظم دور للقطاع الخاص، فبنجد انه من خلال شراكاتنا مع الاتحاد الاوروبي حصل ليفرجينج او حصل زيادة لإشراك القطاع الخاص بيمكن 7 مليار يورو.
تنسيق كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي للإعداد لمؤتمر المناخ كوب 2027 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري. الحزمة الأخيرة التي خرجت بها الحكومة المصرية منذ 6 أسابيع لحوافز استثمارية لإشراك القطاع الخاص في أول مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وذلك على مشارف مؤتمر المناخ. القطاع الأول هو الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام الهيدروجين، القطاع الثاني هو الخاص بالنقل الكهربائي، القطاع الثالث هو المخلفات بكافة أنواعها. سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أشاد بتطور العلاقات مع مصر والتي بدأت منذ 45 عاما، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. So we have set up a special facility, a food and resilience facility. نحن نواجه آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ونسعى لتقديم الدعم لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قدمنا لمصر 100 مليون يورو لمواجهة تداعيات الأزمة، ولدينا تعاون مثمر مع مصر بمحفظة مالية تخطت 1 مليار يورو في قطاعات الري والطاقة والزراعة وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً. برامج ومشروعات محددة تسعى مصر إلى تنفيذها مع شركاء التنمية ومنها الاتحاد الأوروبي، وذلك في قطاعات محددة منها الاقتصاد الشامل والرقمنة والتحول الأخضر بمنح قيمتها تزيد عن 1 مليار يورو. لمياء موافي، التلفزيون المصري. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن صندوق التنمية المحلية نجح في الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى الآن في تمويل 2337 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات تصل إلى 27 مليون جنيه، منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4.5 مليون جنيه. وأشار شعراوي إلى أن صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض، وتشمل القروض قصيرة الأجل تسدد خلال 2 عامين والقروض متوسطة الأجل تسدد خلال 4 سنوات بفائدة تبلغ 6% سنويا، تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية، موضحا أن صندوق التنمية المحلية يعزز من تمكين المرأة اقتصاديا، حيث بلغ عدد المشروعات التي مولها الصندوق للمرأة خلال تلك الفترة حوالي 1463 مشروعا بنسبة بلغت حوالي 67.7% من إجمالي المشروعات. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من واجبات العلماء المتخصصين هو كشف زيف الجماعات الإرهابية، وشدد جمعة خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية بدولة الإمارات على ضرورة وقوف الجميع صفا واحدا في وجه قوى الإرهاب والشر، واستصدار قوانين دولية ملزمة لمواجهة الجرائم الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة، وكذلك استصدار مواثيق ملزمة لتجريم ازدراء الأديان والمقدسات. كما أكد وزير الأوقاف حتمية التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية بما يسهم في حل مشكلة عصرنا ومستجداته ومعضلاته. ولو أن أعداءنا استنفذوا أقصى وسعهم وطاقتهم للنيل من ديننا ما بلغوا معشار ما أصابه جراء تحريف هذه الجماعات الإرهابية للكلمة عن موضعه واستباحتها للدماء والأموال والأعراض بدون حق، فضلا عن احترافها الكذب وخلفها لكل العهود والوعود والمواثيق الوطنية والدولية على حد سواء. ومن ثم فإننا نعلن من هذا المنتدى العظيم أننا نقف صفا واحدا في وجه كل جماعات التطرف والإرهاب وسفك الدماء، وأن واجب الوقت وعبادة العلماء المتخصصين هي كشف زيف هذه الجماعات وتفنيد ضلالاتهم وأباطيلهم خدمة لديننا وأوطاننا والإنسانية جمعاء. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة، كما تابع الرئيس السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر، والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوليرلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث تم بحث عدد من موضوعات الأمن الإقليمي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية التعاون العسكري في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أمام النواب، وزير المالية يكشف زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي بالموازنة الجديدة ويؤكد خلق اقتصاد صلب أمام التحديات. كما يمكنكم متابعة البث الحي نشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني ماسبيرو.eg. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.